اهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الاهلي والى العناوين. الاسطورة محمود الخطيب رئيسا للاهلي. الاهلي يرسل نتيجة الانتخابات الى اللجنة الاولمبية غدا. والمهندس محمود طاهر يهنئ مجلس إدارة الأهلي الجديد. بكم مجددا والى التفاصيل. اعلن المستشار احمد موسى رئيس اللجنه العليا لانتخابات الاهلي نتيجه انتخابات النادي والتي اقيمت امس الخميس من 9 صباحا وحتى 7 مساء، وجاء تشكيل مجلس الاداره الجديد للنادي الاهلي كالتالي: محمود الخطيب رئيسا وحصل على 20000 صوت 956، العمري فاروق نائب وحصل على 19000 صوت 923، خالد الدرندلي أمين للصندوق وحصل على 21000 صوت 857، أيضا خالد مرتجي عضو وحصل على 22000 صوت 912، محمد الضماطي عضو وحصل على 21411 صوت، رانيا علواني عضوة وحصلت على 21017 صوت، إبراهيم الكفراوي عضو وحصل على 21007 صوت، طارق أنديل عضو وحصل على 19642 صوت، وجوهر نبيل عضو وحصل على 18760 صوت، محمد الجرحي عضو تحت السن وحصل على 20000 صوت 783، محمد سراج الدين عضو تحت السن وحصل على 19000 صوت 658، ومهند مجدي عضو تحت السن وحصل على 19000 صوت 222. وكانت عملية التصويت قد أقيمت تحت إشراف قضائي كامل، وأشرف 181 قاضي على مجرياتها، وتواجد 126 قاضي في اللجان الانتخابية بواقع قاض لكل لجنة، بالإضافة إلى 10 قضاة للجنة العليا و25 قاضي معاون و20 قاضي احتياطي للجان الفرعية. وعاون القضاة في تسيير العملية الانتخابية 272 موظف من النيابة الإدارية، انقسموا إلى 252 موظف بالإضافة إلى 20 موظف احتياطي، ووصل عدد الحضور في الجمعية العمومية للنادي الأهلي إلى 36000 صوت 939، منها 34000 صوت 193 صحيح و27746 صوت باطل. قال اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنه سيرسل غدا السبت خطابا إلى اللجنة الأولمبية متضمنا نتيجة العملية الانتخابية والتي عقدت بمقر النادي بالجزيرة أمس الخميس. وأضاف شمس أنه سيقوم بإرسال نتيجة الانتخابات إلى اللجنة الأولمبية لاعتماد النتيجة وتشكيل مجلس إدارة النادي الجديد برئاسة الكابتن محمود الخطيب. قال محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي أن المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس الجديد كبيرة جدا، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجمعية العمومية. ووجه الخطيب الشكر إلى كل أعضاء الجمعية العمومية والذين حضروا إلى مقر النادي بالجزيرة للإدلاء بأصواتهم، كما اعتذر للأعضاء عن الزحام الذي شهدته العملية الانتخابية. وقال الخطيب سعيد بالطريقة التي
قابلني بها أعضاء الجمعية العمومية وأعدهم بأن القادم أفضل لهم والنادي، وخص الخطيب بالشكر مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس محمود طاهر على كل ما قدمه للأهلي، مؤكدا أن مبادئ الأهلي أن يكمل كل مجلس ما بدأه المجلس السابق. وأشار الخطيب إلى أنه لا يوجد ما يسمى بتصفية حسابات داخل الأهلي، ولكن المجلس الجديد سيدرس الأوضاع داخل النادي جيدا قبل أن يتخذ أي قرارات. المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق على تهنئة مجلس إدارة النادي الجديد برئاسة محمود الخطيب عقب فوزهم في انتخابات قلعة الحمراء والتي انتهت صباح اليوم. وكتب طاهر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة النادي إدارة النادي الأهلي الجديدة، نهنئكم بثقة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، متمنيا لكم التوفيق وأداء رسالتكم تجاه نادينا الحبيب المهندس محمود طاهر. وحرص عدد من نجوم الكرة على تهنئة الكابتن محمود الخطيب بفوزه برئاسة قلعة الحمراء. والبداية من المحبوب محمد أبو تريكة، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: مبروك للكابتن الخطيب رئاسة نادي الأهلي، والشكر موصول للمهندس محمود طاهر، وكل التوفيق للفائزين ومواصلة كتابة التاريخ مشرف لنادينا الحبيب. يحيى الأهلي. كما حرص رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي والمنتخب الوطني على تهنئة بيبو، ونشر صورة له مع الخطيب وهو طفل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب عليها: مبروك علينا بيبو الرمز والأسطورة، الأهلي فوق الجميع. وتتواصل التهاني للمجلس الجديد عبر السوشيال ميديا، حيث حرص أحمد حسن نجم المنتخب السابق والأهلي على تهنئة الخطيب، وقال: ألف مبروك لأحد أهم أساطير الكرة المصرية كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته الجديد، وكل التوفيق في المهمة القادمة، وكل الشكر والتقدير والاحترام للخلوق محمود طاهر. كما هنأ محمد ناجي جد الخطيب أيضا بفوزه برئاسة الأهلي، وكتب: مبروك النادي الأهلي مجلس إدارة بروح الفانيلا الحمراء. أكد العمري فاروق نائب رئيس نادي الأهلي أن الأهلي سيواصل مسيرة الإنجازات بعدما اختارت الجمعية العمومية قائمة محمود الخطيب لتولي قيادة سفينة الأهلي. وأشار وزير الرياضة الأسبق إلى أنه سعيد وفخور بالجمعية العمومية للنادي الأهلي، موضحا أن الأمور ستسير من أجل خدمتهم وخدمة جماهير قلعة الحمراء بأفضل صورة ممكنة في الفترة القادمة.
قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن ثقة الجمعية العمومية وسام على صدره، خاصة أنه حصد أعلى الأصوات في الانتخابات. وأكد مرتجي أنه سعيد بما حققته الجمعية العمومية من درس للجميع بأنها مصدر الثقة، موضحا أنه لن يبخل بأي جهد مع زملائه من أجل خدمة الجمعية العمومية والنادي الأهلي. مرحبا خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي بالتعاون مع كامل زاهر أمين الصندوق السابق، مؤكدا أن الأخير يملك عقلية اقتصادية رائعة. وأضاف الدرندلي الجميع في الأهلي إخوة، وهدفنا جميعا هو خدمة النادي، وعلينا أن ننجز العديد من الملفات والتحديات بأقصى سرعة، خاصة وأن الأهلي يحتاج الكثير من الأمور. بعد محمد جمال الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بمفاجآت لجمعية العمومية في الفترة القادمة لخدمة أعضاء قلعة الحمراء، وأكد الجرحي أنه سعيد بالتواجد في قائمة محمود الخطيب، وسيسعى المجلس الجديد لإنجاز الملفات المطلوب منه وتحقيقها بأقصى سرعة. واجه محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر للجمعية العمومية بعد اختياره عضوا بالمجلس، مؤكدا أنه يتمنى خدمة النادي في المرحلة القادمة. وأكد الضماطي أن اختيار القائمة بالكامل يجعلها محل مسؤولية شاقة ومهمة لخدمة الأعضاء. بعد محمد سراج عضو مجلس إدارة نادي الأهلي بسرعة إنجاز ملف مشروع الاستاد ليكون هديته للأهلوية، وأكد سراج أن مشروع الاستاد سيتم البدء في تصوره فورا وبأقصى سرعة من أجل الخروج إلى النور. أكد طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن التركة الثقيلة والمهمة صعبة بالنسبة للمجلس الجديد، وأشار أنديل إلى أنه يأمل خدمة أعضاء الجمعية العمومية من خلال خدمات ونجاحات بأقصى سرعة خلال المرحلة القادمة. في خبر آخر، أكد جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إلى أن محمود الخطيب رئيس قلعة الحمراء سر نجاح القائمة بالكامل، موضحا أن الخطيب قاطرة تدفع أي مؤسسة للنجاح،
وأضاف جوهر أن العمومية ردت بقوة من رددوا الأكاذيب وحاولت إيهام الجميع بوجود أزمات ومشاكل داخل القائمة. أكدت الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن العمل بدأ بالفعل لخدمة الأعضاء في القلعة الحمراء، وأضافت أنها فخورة بثقة أعضاء الجمعية العمومية وستعمل بكل قوة لخدمة الأهلي مع المجلس بقيادة محمود الخطيب من أجل تحقيق آمال وأحلام جماهير النادي. أكد المستشار أحمد مرسي رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي أن الإقبال على عمومية القلعة الحمراء تاريخي ووصل إلى أرقام غير مسبوقة. وأكد أحمد موسى أن اللجنة القضائية تحملت الصعوبات والمشاق وسط أجواء مشحونة وتكدس شديد ساهم في زيادة الضغط على المشرفين على الانتخابات. أكد الدكتور هاني سري الدين مساعد رئيس حزب الوفد أنه سعيد بثقة أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي وكونه نافس حتى النهاية للفوز بمقعد عضوية المجلس الجديد. وأشار سري الدين إلى أنه سيسعى بكل قوة لخدمة النادي الأهلي من خارج مجلس الإدارة رغم أنه لم ينجح في الانتخابات، موجها الشكر لقائمتي محمود الخطيب ومحمود طاهر على المشهد الانتخابي المتحضر. أكد محمد جمال هلي العضو مجلس إدارة نادي الأهلي السابق أنه لم يبخل بجهد لخدمة القلعة الحمراء مع مجلس محمود طاهر والذي قدم ما عليه وتحمل المهمة في ظروف صعبة. وأشار هلي إلى أن الأهلي غني بأبنائه والجميع يسعى لخدمة الكيان مبديا رضاه عن الفترة التي قضاها في مجلس الإدارة الأسبق. أكد عمر ربيع ياسين المرشح السابق لانتخابات النادي الأهلي على مقعد العضوية تحت السن أنه سعيد بحب الناس وهو ما يكفيه رغم الإخفاق في الانتخابات. وأضاف نجل ربيع ياسين نجم الأهلي الأسبق أن النسبة التي حصل عليها من الأصوات جيدة موضحا أنه سيسعى لخدمة النادي من خارج المجلس. وإلى أخبار فريق الكرة، حيث يختتم فريق الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة المرتقبة أمام إنبي والمقررة غدا السبت بالجولة 12 للدوري الممتاز لكرة القدم باستاد القاهرة.
استبعد جهاز الفني الفريق الأهلي بقيادة حسام البدري الثلاثي هشام محمد ورامي ربيعة والتونسي علي معلول من حساباته في لقاء إنبي. وأكد الجهاز الفني أن الثلاثي يعاني من الإصابة ولن يلحقوا بلقاء إنبي غدا السبت في الدوري. يترقب الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر قرعة كأس العالم والتي تقام حاليا بروسيا لمعرفة المنتخبات والتي سيواجهها الفراعنة خلال المونديال. وأكد هكتور كوبر أن الفراعنة جاهزون لمواجهة أي منتخب في كأس العالم في روسيا 2018 قائلا: لاعبو المنتخب يثقون في قدراتهم كثيرا ونقلت لهم عدم القلق من مواجهة أي منتخب خلال الفترة المقبلة، والمنتخب المصري لن يغادر إلى روسيا بغرض المشاركة في بطولة كأس العالم دون تقديم عروض قوية. وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى مع كل من منتخبات روسيا الأوروغواي والسعودية. وتلعب مصر أولى مبارياتها مع الأوروغواي. أما روسيا والسعودية فستكون مباراتي الافتتاح. كل التوفيق أكيد لمنتخبنا منتخب مصر منتخبنا الوطني. أما الآن تفاصيل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية.